تعقب عملية تفجير السفارة العراقية في بيروت. الشهيد أبو مريم الله يرحمه اللي هو كان داعية بحزب الدعوة في بيروت، أعلن حزب الدعوة مسؤوليته عن تفجير السفارة العراقية في بيروت. في حين سياراتنا المفخخة لم تكن كثيرة أولاً وإنما محدودة جداً جداً، استهدفت أوكار أساسية كانت تقوم بعملية التخريب الذهني والفكري للناس، بالإضافة إلى التآمر المخابراتي ضد العناصر المعارضة لنظام صدام. الذي حدث مثلاً ضد السفارة العراقية في بيروت كان هو العمل الاستشهادي الأول اللي قام به البطل الشهيد أبو مريم.